وكذلك حفظك الله يقول: وهل يجوز أن يحدد الطالب المطلوب منه من الآيات بأن يضع خطا على رقم الآية؟ ما يضع في المصحف لا خطوط ولا شيء ولا أرقام ولا أي شيء ولا هوامش، مصحف يبقى كما هو. وإذا أراد أنه يضع أشياء يجعلها في دفتره، في شيء منفصل عن المصحف. نعم. ويجب يربى الطلاب على هذا، على تعظيم المصحف وعلى تجريد المصحف من التعليقات والعبث، ما هو مثل الكتب الأخرى. نعم. يجب أن يربى على تعظيم المصحف واحترامه وعلى تجنيبه للتعليقات و... نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.